ها العفريت، جيت تفرج شتي العنوان شتي المياتين، اذا دخلت على اساس تشوف العنوان اللي كان في الفيديو اللي غتشوفه، حيت انا ما عرفتش من عنوان غندير الخوت. المهم الخوت انتوما عفاريت، انتوما والبلحاس عفاريت، والبلحاس. تعرف شغلك الحمار جا كل بلاخ جبنا هاد ميد خونا هذا، راه خصني نمشي نعطي المقتله ديال العصا الخوت، انت في العياقه. المهم الخوت الفيديو ديالنا هو ديال واحد الكائن، غريب، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، كيفاش نوصفو لكم، ما عرفتش كيفاش اتشد الطرش زين بابا، فهمتي؟ حيت ماشي بنادم الصاف، وواحد خونا الثاني. المهم غادي نتفرجوا في الفيديو، المهم دير لايك، قبل ما تبدا الفيديو، ودير كومنتير، اكتب في اي حاجه، الخوت. المهم ليتس جو خد، هو درنا اللي كيدير نوم داو الفيديو، ليتس جو. بسم الله، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع هشام من الاولي. عليكم السلام السي هشام، عليكم السلام، تحياتي لك انا من هنا، السلام عليكم. كيف العادة بلبالة الروينة نايضة. بلبلة راه ديما نايضة الصاد، واش تورا انت، واش كون حرك لنا الطوندوس هذا الليل، غا انتوما اللي طالعين اللي فات العجيب هذا الصاد، والله العظيم. الخوت صراحة اش غادي نقول لكم، اقسم بالله داك السيد نزار اللي تيبقى فيا وتيبقى فيا بزاف، واخا تشوفوني مطلعين ها الكومبا من الكومبا وكذا وهادي. ويلي ويلي على السي نزار كيبقى في البلولي، انت ذاك المرة شوية تقتلو اصاحبي وكتقول باغي يبقى فيك الصاد، واه وليتي كترجع في كلامك اصاحبي ولا كيفاش؟ انا ما بقيت باغي ندير معاه لا كومبا لا حتى شي حاجة. ها دابا هشام احبيه هشام، متلاش باغي يدير الكومبا؟ هاش السبب باش ما عرفناش نتفرجوا، حنا فقط دايرين طالعه مطلعين البوس خلقينا، نتوما كتفرجوا حنا مطلعين ادسنس، راكم عارفين انا كان عندي نيش، انا ما عندي. انه المحقق كونان يا ساده، هاد الكومبات هادو بداروها غير باش يطلعوا البوس، ديك الساعه فاش كيقولوا لي هادشي دايرينها باش بيطلعوا البوس، كيقول لهم لا الصاد ما غاديش نديرو، وداها في راسك اصاحبي، داها في راسك، بغا يديروا يطلعوا البوس، فين انت الخوت؟ هي بنت الحقيقة دابا، هو ابن النداء، قالك المثل حبل الكذب قصير. اوه الخوت سمحوا لي، اسمعوا لي انا الخوت خوكم راه ناضي. يلا كمل الفيديو، عندي شهوة هادشي كامل اللي كيدور السوشيال ميديا، ما بقاش يكذب عليكم بنادم وينافقكم وكذا، كنوضوا هاد البلبله والروينه على ود لي زابوني وعلى ود الادسنس، العاقه داخله من الاخر ميمي باش نصوفي ماما. هاك ها دابا وضحتي لنا خو سي هشام الملولي، سي هشام الملولي تحياتي لك، كان هادشي اللي دار الموطو دابا ماشي على حساب الرياضه، ما على حساب بغيتو غير البوز ولي زابوني والفلوس، يدخل الادسنس عفاريت انتم، والله شتيتو، والله الا عفاريت، الشباب بلا ما يبقى يكذب عليكم بلا ما حتى شي حاجه. صراحه هاد السيد انتم شوف يلا شوف الفيديوهات اللي داز، شوف كنت كنقول لهم راه كتبروفوكيو البيبليك، ما انت ما بروفيتيش، البيبليك زعما، ما درتي لهم حتى مشكله صاحبي، انت ما عرفنا كل نهار، واخو هاد بنت ما غادي قاعد تشدو صاحبي ولا كيفاش؟ انت خطير الملولي، شتي انت، خطير انت، نادر انت عشير، راه غتلقاو المشاكل، غتلقاو مشاكل، هاجم لقيتو مشاكل في طنجه، لقيتو مشاكل في مراكش، لقيتو مشاكل في اكادير، دابا مشاكل في خميسات، ها هما اليوم شدو نزار ضربوه في الخميسات. ايه نزار اسيدي شدو في الخميسات، حيت ماشي راجل اصاحبي، ماشي هذاك، ماشي انسان اصلا هذاك اسيدي، ماشي بنادم، الصدق شدو غادي عصر بابا اصاحبي خويا، ها والله العظيم المغرب كامل اصاحبي ما كيحملو، قول لي غير شكون هاد خونا هذا اللي كيحملو، مشى لطنجة خلق مشكل، مشى جا الخميسات كلخهم و موت الخطب تاع اقسم بالله تاع الخرا، المهم نتفرجوا ندوزو ليه واحد الشو غادي ندوزو ليه. فاش كتبقى تشوف نزار درويش اقسم بالله نزار، واخا تشوف ديك الحماق ديالو هي نية ديال الله، راه المشكل ماشي هو، المشكل من الانسة حسيوسة. اوه مشيتي اصاحبي، نزار قال لك الله الا مأدب وناضي اصاحبي، انت هذاك النهار شوي باغي تقتلو اصاحبي، كتقول شا هذاك ماشي براجل ما، واخو هاد بنادم هاد خونا هذا ما غديتش فين شدو، وشكون انسة الحسي، شكون هاد الحسي؟ هذا خدموا معايا الذكاء العبقري ديالكم، اذا شكون ديك ختنا، حتى هي ما عرفنا ديك، عرفنا كاع فين جابوها صاحبي من كوكب جوتش زمرد. دابا رجع شتي بنادم دابا كان الله كيرجع على كلامه، فهمت الصاد؟ قال لي ديك الاداء على الحسي، داك النهار كنتي مع الصاد وليتي دابا الله خلي لا تصطيطاني الصاد.
الانسه حسيوسه هي المشكل في هذا الشيء. راه قلت لك انت الانسه حسيوسه عطيه للسيد قيمته قدام الناس، عطيه الهيبه ديالو، عطيه الرجوله ديالو. ها دابا الله الا دويتي خويا من الملولي هنا غادي نسكت. هنا دويتي فيها صراحه انسه حسيوسه والله العظيم صراحه خوت كلشي كلشي هاد القضيه هذيك ختنا الله ما عطيه ما عطي لخونا قيمه بالرجوله. ذاك الكائن ما عطاتوش قيمه الصوت، وفعلا فعلا ما عطاتوش قيمه الصوت، وهذا مشكل. اش صافا صاحبي الدنيا تقلبات الصوت الله العظيم تقلبات. المهم اخوتي غادي ندوزو الفيديو ديال نزار من اللي عصاو اللي قتلوه بالعصر الخميسات وغتموتو بالضحك. يغزيت فيهم اصاحبي الله الا اقسم بالله الا تحيت تحيات اخوتي صحاب الخميسات الله العظيم الا درتو فيه خير الصوت ما رستو المو اخويا بنان الله يعطيهم بصحهم عز الخوت الله العظيم الا عز الخوت هرسوا الموجو تني كتلاقى الصوت الله يقسم. انا اخويا صافي كنرفع لكم الشابو ديالي واخا ما كاينش الصوت كنرفع لكم شكرا اخوتي وديها في راسك اصاحبي ماشي شغلك ديها في راسك فوي صايد خونا هذا هاد مشي دابا نوض ليه